الموت يفجع فرح الفاسي في أقرب الأشخاص لها. إليكم التفاصيل. فقد تقاسمت الفنانة المغربية فرح الفاسي مع متابعيها على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستغرام خبر وفاة والدتها ليلة الجمعة والسبت. وعبرت فرح الفاسي عن حزنها الشديد بهذا الخبر، حيث نشرت تدوينة شاركتها مع جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: يا ربي يا ربي صبرني، يا ربي شوية من وراها شوية، الحمد لله الحمد لله، إن لله وإنا إليه راجعون، إن لله وإنا إليه راجعون. وأضافت قائلة: الله يغفر لها ويرحمها ويرزقها جنة الفردوس الأعلى، يا أجمل وأطيب أم في الدنيا. وقد تفاعل مع الفنانة فور نشرها لخبر وفاة والدتها عدد من زملائها وأصدقائها، حيث نهالوا عليها في التعاليق وعبروا بصدق مشاعرهم عن مساندتهم وتعازيهم الحارة للفنانة بعد هذا الخبر الحزين. وقبل أيام فقط خلدت الممثلة فرح الفاسي ذكرى وفاة والدها عبر نشرها لمقطع فيديو جمعها بهذا الأخير قيد حياته على حسابها الرسمي على الإنستغرام. وتضمن الفيديو مشاهد جد مؤثرة ظهرت فيها الفاسي جنبا إلى جنب مع والدها الراحل، ليدور بينهما حوار عبر فيه عن حبهما لبعضهما البعض، لتظهر بعد ذلك صورة لقبر والدها الراحل، ثم تتوالى بعده اللقطات التي توثق ما حققته الفنانة من نجاحات مهنية عقب وفاته. وعلقت الممثلة على المنشور بكتابة التالي: مرت سنة على رحيلك، عرفناك بابا الحبيب، مشيتي وخليتي رضاك، رغم كل النجاحات اللي كنعيش كيبقى فراقك أصعب إحساس وأكبر حزن عشت في حياتي، لتختم تدوينتها بالترحم عليه. وحظي المنشور بتفاعل كبير من متابعيها وكذا عدد من زملائها الفنانين الذين عمدوا إلى مواساتها من خلال التعليقات داعين لها بالصبر ولوالدها بالرحمة.